بدرس في كلية الشبوك في مدينة شبوكساري. احنا بنحب نشكر السفارة المصرية على التعاون اللي عملته معانا، ونشكر وزارة الخارجية على تثبيت طلباتنا، ونشكر الرئيس على كل التعاون اللي قدموه لنا ده، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن باذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسين بدرس في كلية شبوكساري كلية الطب، طب أسنان. بحب أشكر السفارة المصرية إن هم افتكرونا، إن هم بعتوا لنا طيارات، والحمد لله يعني. وبنشكر سيادة الرئيس طبعا، ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يكتر خير. أحمد حجاج أحمد، طالب في كلية طب أسنان سنة ثانية. والله نحب نشكر السفارة وسيد الرئيس، والحمد لله يعني عقبال المصريين كلهم يرجعوا لبلادهم وإن شاء الله خير يعني. أهم حاجة يكون السبل المتوفرة بتاعت مصر للطيران يعني، بالنسبة للناس اللي في الصعيد اللي في مصر، وبالنسبة للناس اللي بعيدة عن موسكو عشان الدفع يعني وكده. وإن شاء الله خير، وربنا يكرم الجميع بإذن الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا. أحمد أنور أحمد في كلية طب بشري. بحب أشكر الرئيس، وبحب أشكر الوزارة، وبحب أشكر سيادة السفير على المساعدة اللي قدمها لينا. يعني أنا ما كنتش متخيل إن هروح مصر بصراحة، لكن الحمد لله ان انتوا ساعدتونا وان احنا هنروح مصر الحمد لله النهارده باذن الله، وعقبال بقى الناس ان شاء الله. شكرا.